مشاهدينا من جديد. صارت شهد وعلا جاهزين بالمطبخ. ساعتنا الثانية خلصت. بتمنى يا رب نهاية أسبوع حلوة لإلكم. دائما خلوا الرضا ببالكم. دائما نقول الحمد لله على كل شيء. ندير بالنا على حالنا. أكيد ما ننسى الكمامة، المعقم، ونبعد عن بعض. ما نحاول نكون قراب من الأشخاص لحتى نحميهم ونحمي أنفسنا. أكيد كل الشكر لإلكم. بلاقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع الجاي. بدي أنتقل لشهد ولعلا وللأطباق الشهية اليوم وتحضيرات رمضان. شكرا كثير لك هبه، يعطيكي الف عافيه. ومشاهدينا هيك بنكون وصلنا معاكم لساعتنا الاخيره وختامها مسك دائما مع الشيف علا نيروخ بكل الاطباق المميزه اللي بتقدمها بكل تفاصيلها. فبدنا نقول صباح الخير لعلا واهلا وسهلا فيك. بدنا نقول الو الو بدنا نقول الو كيف عرفتي؟ الو معك على الخط. تعودت. الو صباح الخير. صباح الخير من جديد لاصدقائنا وجمهورنا الافاضل اكيد خلف الشاشات. مكملين معاكم من جديد بفقره مطبخ يوم جديد وحلقه نهايه الأسبوع. امبارح بلشنا أنا وياكم بالخط الأول من تحضيرات رمضان ورح نكملها لحتى أكون أعطيتك أنا الأساس من حشوات وعجائن مختلفة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نستعرض مقادير عجينة سمبوسك رمضاني بيتية ومن الصفر وم قرمشة. يلا مقادير على الشاشة مع شهد. طيب أنا دقت طبعا السمبوسة هيك سبقتكم بصراحة لأنه كانت فيها أكمل وحدة مقلية جاهزة مو معقول قدي طيبة. فبنصحكم تحضروا وتتابعوا للآخر وتشوفوا طريقة علا. بس قبل ما نروح للمقادير حابة أحكي لجميع المشاهدين ومحبينا من كل مكان تقدروا تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتف البرنامج خلال هاي الساعة أكيد اللي رح تظهر أسفل الشاشة. وبتقدروا كمان على صفحة يوم جديد على الفيسبوك لايف تشاركونا بكل أسئلتكم واستفساراتكم شو ما كانت، إن كانت عن وصفة اليوم أو أي وصفة مضت للشيف علا. أكيد رح ننتقل معاكم مشاهدينا لحتى نقرأ لكم المقادير اللي لازم تكون موجودة معاكم والمكونات لحتى تعملوا هالوصفة على طول. طريقة العجينة على الشاشة سكرين شوت سريع. 3 كوب طحين منخول وكوب وربع من الماء الدافئ أو أكثر، ربع كوب زيت نباتي ومعلقتين كبار من النشا وربع معلقة صغيرة من الملح. هاي العجينة. نعم. حشوة البيتزا السمبوسة لازم يكون في عندك جبنة موزاريلا، زيتون أسود أو ممكن أخضر، مرتديلا أو سلامي، وذرة معلبة، وصلصة بيتزا. حشوة التونة السمبوسة لازم يكون في تونة معلبة بالماء حصريا، وذرة معلبة، بصل مفروم، ملح وفلفل، توم باودر، وزيتون أسود مقطع، وبطاطا مقطعة ومقلية، جبنة سائلة للدهن. نعم. ها هي مقاديرنا. لسه في كمان شفتكي الحشوة باللحمة. طيب خلينا نشوف. لازم يكون في عندكم نص كيلو لحم مفروم، وواحد بصل مفروم، واثنين معلقة كبيرة من البقدونس أو الشبت، وزيت نباتي وملح وفلفل وبهار مشكل وهيل. نعم. وجبنة موزاريلا اختياري. نعم. أنا مني وعلي بحب سمبوسك الجبنة واللحمة. امبارح والله سوينا حشوة. أحلى من مليون عريس تحفة. رز تحفة، عن جد تحفة. يلا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح نبدأ الآن بتحضير العجينة البيتية والمقرمشة من داخل حدود المنزل. امبارح عملنا يا ريت كنتي معانا شهد عجائن أشكال مختلفة حتى طرق مختلفة كمان حتى اللي ما بتعرف تلفها بالشكل المثلث سوينا مربع. المهم النتيجة بالأول وبالآخر المهم إنه سمبوسك وأنت ترضي عائلتك. الآن عجينتنا رح تكون عبارة عن عجينة مقرمشة وبيتية وخفيفة ورح نعملها أمامك من الصفر. ما في إشي صعب ولكن قدر المستطاع شاهد بنحاول نرضي كل الأذواق. ولكن أنا متأكدة إنه الستات وقتهم ضيق برمضان. بس هلأ ممكن أنت تعملي تبلشي تحضري بالعجينة وتفرزينيها. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طحين متعدد الاستعمالات، منخول ضروري يكون منخول. لما يكون منخول الطحين بين جزيئات الطحين بصير في هواء، بفوت هواء بين جزيئات الطحين فبيساعد انه العجينه ترتاح اكثر، بيساعد انه عجينتي تطلع اكثر وتاخذ راحتها. بعدين راح ننزل اللي هو الملح
تمام. وبعدين رح ننزل النشا. هذا العجين اسمه عجين النشا. نعم. في عجين تبع أوتيلات اسمه عجين الزبدة، طحين وزبدة بس. مين أحسن؟ هلأ الاثنين زاكي، بس هديك كتير إشي خرافي بصراحة، يعني مثل الحلم. فهديك رح أعملها، بس أكيد أنا مش رح أفرد كل كروتي على الساحة، رح أخبي إشي لرمضان شوي شوي على هذا. أيوة على هذا، فأنا بس رح ألتزم بأعطيكم هدول. بس شكرا لأنك عم بتعيشين أجواء رمضان، يعني بدي أعمل قطايف هاليومين. اصبري علي. أوه يا سلام. نشا مشوية ولا مقلية حتعمليها؟ والله مشوي ومقلي. أنت شو بتحبيها عادة؟ مقلي. المشوي بس اللي هو القرص الكبير اللي نقطعه زي الكيكة. حطينا طحين منخول، ملح، معلقتين نشا. بعدين رح ننزل بسم الله الرحمن الرحيم الزيت النباتي حصرا. زيت الزيتون بنشفها، ما فيها خميرة، لازم زيت نباتي. قلبهم مع بعض، بعدين لازم أبسبسهم بهذا الشكل، الزيت والطحين. هل فيها خميرة؟ لا. هل فيها سوائل غير المي والزيت؟ برضو لا. لا. هل فيها حليب؟ لا. لا. هاي الأشياء بنحطها بالعجينة لما يكون فيها خميرة وبدها تفوت فرن. شهد شطورة أنا. لما صراحة لما بدنا نروح نقليها بتخليها تصير قاسية. هلأ هيك لازم طريقة العجن. شوي شوي عهدة. هلأ مو شرط شوي أو شوي، بس إنه أنا بيهمني شوفي صار عندي مرطب لطحين، فأنا عم ببسبسه مع شوية الزيت. هلأ الزيت رح يخليها إيش يصير فيها شهد، رح يخلي الطحين معاي يفتح. شو حلو. معاكي إحنا نصبح أكيد على علا. في عنا تصبيحات كتير بحب أطمنك. مشاركات وصلت تقريبا بحدود 1000 مشاركة ومشاهدة، تحياتنا لكم جميعا. أكيد هلأ الكل بده يحضر حاله لرمضان ويعمل السمبوسة. نعم. ويجهزها، فأكيد اليوم الفقرة على قد اهتماماتكم شاء. زي ما دائما علا بتحاول تعمل وصفات تكون قريبة عليكم وبتهمكم. عنا اعتدال بتحكي لنا صباح الخير، عد عيونكم ما بتشوف غير الخير لأحلى شف علا والمذيعة شهد. جميع إن شاء الله. شكرا كتير. أيضا عنا رموش بتصبح علينا يا صباح السمبوسك بتقولك. عنا صوفيا زواهرة بتحكي لنا أحلى صباح لأحلى علا وأحلى مذيعة شهد. شكرا. ديانا صفوري بتصبح علينا، وعدنان وهيا القواقزة بتصبح علينا، وأيضا عدنان الحمصي بيصبح علينا. تحياتنا لكم جميعا لكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا عبر الفيسبوك لايف. ومعنا أول اتصال هاتفي، نقول ألو صباح الخير. صباح النور، هلا كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا، ممكن تعرفينا عن حضرتك ومن وين عم تحضرينا؟ أم محمد الغويري من الزرقاء. أهلا وسهلا فيك يا أم محمد، كيف صباحك؟ الله يسعد صباحك. بس حاب تعطيني طريقة السخن بدون ما يكون كله زيت وزاكك، يعني وأنا صغيرة بالمدرسة كنا ناخذ تدبير منزلي، أنا عمري 60 سنة. حلو، هاي الشفعة معاكي لحتى تدلك. ألو صباح الخير. صباح النور يا عمري يا حبيبتي. هلا يا ستي، هلا صباح العسل، أمورينا. بدي بسخن ما يكون كله زيت وزاكي، ما يكون هيك طري الخبز، يعني إشي زاكي زاكي. حاضر أمرك. إحنا سوينا المسخن حوالي أكثر من 12 وصفة، بس ستي الكريمة اللي بيخلي خبزة المسخن تكون كتير طرية وبتشتش نوعا ما، اللي بالمصطلح اللي إحنا بنحكيه هو عادة إنك أنت بتسقيها كتير من زيت الزيتون ومرق السلق، هو هذا السبب. مرقة اللي هي البصل والبهارات مع الدجاج، فهو هذا السبب. فأنت قللي نوعا ما واختاري نوع الطابون أو العجين اللي هو ما يكون نهائيا ما يكون خليني أحكي طري كتير، لحتى كمان ما يتشتش بزيادة. هلأ العجينة هاي مش طرية، هلأ شايفين هذا القوام، لو بدها تفوت عجينتي، لو بدها تفوت العجينة على الفرن سلامتك وتعيشي، ممتازة. إذا هاي بدها تروح على النار مش زاكي، يعني بتخرب. يعني بالفرن أوكي، هلأ هاي بالمقلة ما بصير. عجينة السمبوسك هي من أنواع العجائن الآسية. الله يبعد قاسيين القلوب عن طريقنا، أمين يا رب. شايفة أمر لازم هيك تصير، وملسة مش تدبق، لازم تصير بهذا الشكل لأنه هي من أنواع العجائن. شايفة الإيش الآسية. نروح لأم أحمد. يلا لأم أحمد. يلا من أم محمد من الزرقاء منروح لأم أحمد، نشوف من وين عم بتتابعنا وتحضرنا أم أحمد. يسعد صباحك يا أم أحمد.
صباح الفل والياسمين من الزرقاء انا كمان. يا عيني على كل اهالي الزرقاء، يسعد صباحك وكل صباح اهالي الزرقاء. الله يسعدك يا رب، صباح الخير للشيف علا نيروخ ولا شهد العسل. حبيبتي يسعد صباحك. هاي الشيف علا معك اذا حابه تساليها عن السمبوسك او عن اي سؤال مخطر على بالك. والله بدي اشكرها على الشغلات اللي بتعملها، يعني ما شاء الله صباح العسل. لا اهلا غبار ولا سؤال، ما شاء الله عليها، الله يعطيها الصحه والعافيه. حبيبه قلبي الله يخليك. بدي اصبي على جوزي وليد ابو صالح. نعم الله يسعد صباحه وعلى جميع العاملين بالبرنامج. يسعدك يا أمارة، أهلا وسهلا فيكي وتحياتنا لأهل الزرقاء. أهلا أهلا، شكرا يا أم أحمد. ما بلمها شهد زي باقي أنواع العجين، ما بلمها نهائيا نهائيا، ما بلمها بالزيت من أنواع العجين الناشف والجامد نوعا ما. إذا لاحظتي هاي القرنينة معي، شوفي قديش زاد فيها مي. أنا عيرت لك بالضبط كل 3 كوب طحين لهم كوب وربع مي، شوفي قديش زاد. هلا هاي ليش ما حطيتها؟ لانه هذا الاشي بيختلف بسبب انواع الطحين، يعني ممكن انت تحطي العيار ولسه العجينه ما لمت ومغربله ومفتفته، مش لاني انا اعطيتك وصفه غلط، مش لانه انت ما بتعرفي تعجني، بس لانه انواع الطحين تختلف من مكان لاخر ومدى امتصاصها للماده السائله. مشان هيك ضلوا هدول ما راح احطهم، لانه انا عجينتي مش طريه، مش عجينه خبز. تمام، راح نروح نخليها ترتاح نصف ساعه. عدنان بسالك، عدنان بسالك، عدنان حاج محمد بيسالك، بصير نستخدم السمنه بدل الزيت؟ لا, لا. مع انه علا بتحب السمنه كثير، بس لا. بس في شيء بعد الصح. تمام، هلا انا عجينتي هي بهذا الشكل، ها شايفين ما احلاها، تلعب معي رغم انه فيش فيها خميره، بروح بحطها على رخامه المطبخ. عجينه متكتكه امورها مية مية، بعطيكي شغل صح شو مكان نوع الحشوه. بدك اساعدك حبيبتي، بدنا عشان نوصلك لك اوعيكي. رح ناخذ مشاركات واسئله مع شاهد، اي اضمن شيء لك على المتابعة. اي مشاركات، اي اسئله، اي استفسارات على الفيسبوك لايف تقدروا تشاركونا. اي شخص بحب يسمعنا صوته الحلو بهالصباح الحلو معاكم بحلقه نهايه الاسبوع، بتقدروا تتواصلوا معنا عبر ارقام هواتف البرنامج اللي الان عم تظهر اسفل الشاشه. دائما تفاعلكم معنا ومشاركاتكم تثري حلقاتنا ومواضيعنا وتحديدا المطبخ، لانه بنحس انه الفائده بتعم على الجميع. وعلا بتشارككم بكل المعلومات والأسرار اللي بتعرفها عن كل المكونات والمقادير والمطبخ إجمالا. تمام، نقرأ بعض التعليقات على الفيسبوك لايف من أم شهد، بتحكي لنا يا ريت تجاوبوني بس على إيش يا أم شهد. ارجعي ارسلي سؤالك مرة تانية أم شهد لحتى نقرأه. هيها هي سؤالها، لقيت سؤالها أم شهد عم تسألك، بصير نفرز القطايف بدون حشي؟ تفرزهم؟ لا، مش رح يتسكروا معك، ما رح يزبط معك يا أم شهد. أنت بتسكر من هون وبتفتح من الجهة الثانية، ديري بالك. أوكي، حنان بتصبح علينا، ومريم حيمور، وسيف بيصبح علينا، وحلا أبو الرب أيضا. وخلال تقطيع علل العجينة خلينا ناخد اتصال على الهواء مباشرة، بدنا نقول ألو صباح الخير. صباحكم. أهلا وسهلا، اتصال من العقبة مزبوط؟ مزبوط من العقبة، كيف حالكم؟ مين معنا؟ أم محمد. أهلا وسهلا فيك يا أم محمد، كيف صباحك؟ يسعد صباحكم، منورين الشاشة والله. النور نورك. بحضركم بحضركم كل يوم. ممكن أحكي نتشرف. مع شيف علا؟ ألو شيف علا معك، تفضلي. صباح الخير. يسعد صباحك، منورة منورة الشاشة والله. بوجودكم، بوجود الناس الطيبة أكيد يسعدك. خد أكلاتك دايما ومنعملها والله. حبيبة قلبي بالهنا والعافية. جهزتي إشي لرمضان؟ الحمد لله، باخذ بكتب على الدفتر كله. يلا ممتاز، ما شاء الله عنكم، كلكم فيكم البركة أكيد لا شك، ولكن إحنا بدنا ندفش شوي الجيل الجديد عشان يبلشوا يجهزوا. أهلا وسهلا فيكي وتحياتي لعائلتك الكريمة وشكرا على طيب اتصالك. بالنسبة للعجين، العجين بدها فرادة عجين زي ما إحنا عملنا بالحلفة أو الحليفة الشركسية. هاي فرادة العجين موجودة منزلية تقريبا ما بين 15 ل 20 دينار وهي استيل. للي ما عندها، أنا عندي وما رضيت أستخدمها على الهواء شاهد مباشرة، صحة وعافية. لأنه زي ما أنتم شايفين أنا بدي العجين الكل يقدر أنه يطبقها. عجينتي مش لازم تزيد عن 1 سنتي، شايفين قديش هي مورقة؟ شايفين؟ أنا بدي إياها بهذا الشكل، نعم تكون كتير رقيقة كتير، بتخايل يعني.
شوف الوصف عشان يوصل. رح نعمل هلا انا وياكم حشوه اللحم المفروم. كلنا احنا بالسمبوسك شاهد بنعرف يا اما اجبان يا اما لحمه مفرومه عليها بزل. البصل الاول بعدين تحط اللحمه صح؟ بزل بازيلا وجزر. في ناس تحط معها بازيلا وجزر, في ناس بحطوا معها حمص, وفي ناس بيعملوها لحالها. احنا اليوم رح نعملها لحمه مع الشبت. كنا نسويها في احدى الصروح التعليميه لفنون الطهي في المملكه, صرح تعليمي كبير جدا على مستوى الشرق الاوسط. كانوا يعملوا حشوه اللحم المفروم مع الشبت, إشي رهيب. الشبت هو الدل, هاي موجود عند اي خضر. قولوا له اعطيني شبت بيعطيكي. هو هيك شكله مثل يعني هيك, هي شايفينه لونه اخضر وموجود عند اي خضر, موجود باي هايبر ماركت بتلاقوه. هلا هيك زاكي, بتحبي تحطي مكانه بقدونس زاكي, بتحب تحط معاه حمص كتير زاكي. تمام شاهد؟ يلا معك. معنا اتصال من عمان, معنا ام وسام. نقول لك الو, صباح الخير يا ام وسام. صباح النور يا حبيبتي. كيف صباحك؟ الله يرضى عليك ويعطيكم العافيه يا رب. كيف استعداداتك لشهر رمضان المبارك؟ كله تمام الحمد لله, يعني الخبره موجوده الحمد لله, ونتطور ونطلع على الاشياء الاحسن والافضل. يعني اكيد هاي الشيف علا معك وعم تسمعك حبيبتي. شيف علا صباح الخير يا حبيبتي. صباح العسل والفل والياسمين. دائما يا معروف يا شيف علا قلتي على الطين اللي فيه بصر الزبدة. مال. مع الزبدة. مع الزبدة. طب وين يعني بكارفور وفي تاون وفي المحلات هاي بنلاقيها يعني؟ تلاقي. نوع الزبدة. هل أنا صورته مبارح عن الرف. حتى اللي كان واقف جنبي قال لك هاي مالها, بدل ما تشتري بتصور. ابشري. راح انزل لكم بوست على الفيسبوك بعد الفقره مباشره. التطعيم وما فتحت التلفزيون وما شفت. حاضر من عيني. راح انزل لكم نوع الجبنه الموزاريلا ونوع الزبده. قولي. بيعجبني حكيك, بيعجبني بتفهمي الواحد بالهداوة وبتكل دماغ يعني, عرفت كيف؟ نعم. والله يعطيك ألف عافية ويخلينا إياكي حبيبة قلبي. بنتعلم منكم, أنتوا بركتنا. الله يعطيك الصحة. أنا من القدس, أنا من القدس وبعرف بيت نيروخ. فيكي البركة يا ستي حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي. نزلنا زيت نباتي, مصلة مفرومة نعمة, وبعدين لحمة مفرومة خشنة. ممكن نعمة تعد زي الكفتة بصير إذا بتحبوا. أنا بحطها خشنة عشان تبين معي, لأني راح أنزل عليها شو الجبنة اللي أكلت شوي منها, مش كتير شوي. شاهد دائما لازم شاهد تدوق من كل شيء. بركي بكاتي مبارك تحت الهواء. يلا أي سؤال ريدي. أكيد في عنا متابعات ومشاركات من الإمارات عم بيحضرونا. نسرين عليات بتحكينا يسعد صباحكم, عم بحضركم من الإمارات العربية, بحبكم ويعطيكم ألف عافية منورين. أم محمد فايزة بتطلب طريقة كعك العيد. أوه فايزة عتقيل أم محمد. حاضر. العيد العيد العيد. طيب إسراء الرواج بتحكي لنا بدها مقادير عجينة السمبوسك. 3 طحين, كوب ربع ماء دافئ أو فاتر, معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة ملح, معلقتين كبار نشا, ربع كوب زيت نباتي. رح أعطيكم عجينة أوتيلات, ممكن قريبا ممكن برمضان مش عارفة. هلا أنا حطيت زيت وبصل, بعدين عم بنزل لحم مفروم, لحمة مفرومة خشنة بهذا الشكل, وبعصقها يعني بقليها. تمام. بخلي اللحمة تنزل سوائلها هون بهاي الخطوة, بنزل عليها هيل مطحون عشان تروح اللي هي تتعطر معاي ريحة اللحمة وتصير ريحتها طيبة. هلأ شاهد أي إشي سمبوسة هلأ بتحضره الست فيه بصل, لما يكون مقلى بصير تفرز السمبوسة لأنه خلص يتقلى وأنا سحبت المي اللي فيه ودبل, فما رح يصير عليه إشي. بس إذا حطيتي البصل ناي تخرب طعمها مش زاكي, وعندي القلي رح ينزل السوائل اللي فيه وينزل مي لما بفك البصل, لذلك إحنا ما بنحطه إلا مقلى. تمام. هلأ هون برجع بقليها ورح أنزل عليها البهارات, لما أشيلها عن الغاز بحط عليها شبت بقدونس وموزريلا. معك شاهد. عندنا من السلط متابعات. ميسون بتحكي لنا صباح الخير. منى عبد الله بتحكي لنا شف العجينه هاي نفسها اللي بيسموها بيف, هديك باف بيستري. باف بيستري.
مش نفسها. لا لا, لا. طيب عنا العبادي مهدي بيحكي لنا يسعد صباحكم. آية الزواهري يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. وأيضا أم طارق أبو داود صباح الخير. وحنان حسونة يسعد صباحكم. وحلا أبو الرب بدعوة تميز شف علا منورة حبيبتي شهد العسل. شكرا كثير. بدك تحكي على يا عمر؟ هينا بس حطيت البهارات. رح نزل زي ما قلت لك الشبت والبقدونس. لازم تنشف على الآخر أو الموزاريلا؟ نعم أنا ما بدي فيها زيوت ولا شيء, هاي حشوة. خايفة هلأ هون رح أشيلها. أنت تحطي ملح؟ حطينا هلأ. خلص طيب ناخد اتصال. يلا على طول. ألو صباح الخير. صباح النور. ألا كيفك؟ الحمد لله. عم تحضرينا من عمان؟ آه. بكرة حضري. آه عم تحضرينا من عمان. آه كيف استعدادك؟ آه بكرة حضر. حضر. طيب بتقدري توطي صوت التلفزيون تسمعينا من التليفون لو سمحتي؟ حسنا. شو رأيك اليوم بالحشوات اللي عم تعملهم الشيف علا؟ ايش تحبي تسأليها عن السمبوسك؟ كثير كثير بنحضر الشيف علا وكثير بنحبها, دائما بنرن عليها بس ما بردوا. هاي هالشيف علا معك عم تسمعك. وهينا ردينا. هينا ردينا. صباح الخير. صباح النور. هلا يا قمر. صباح العسل. أحلين. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله احنا وانتم بخير ان شاء الله. انت احلى واحد حضرتها في عمان. الله الله. شكرا يا قمر, انتم البركه. انت من جو العلا حبيبه قلبي. يسعدك يسعدك يا بطله. اهلا وسهلا فيك بكل ساعه بكل وقت وتحياتي لعائلتك الكريمه. اهلا وسهلا. يلا حشوة اللحمة حطينا عليها بعد ما شلتها عن الغاز البقدونس والشبت. هلا ما بحط هلا الموزاريلا لأن اللحمة سخنة وفيها زيت سخن. إذا حطيت الموزاريلا مشكلة رح تسيح. إذا أنا شو بستنى؟ بستنى اللحمة تبرد عشان لما أحط عليها الموزاريلا تصير عندي حشوة بهذا الشكل. هيا. يمي يمي. يا هيها شايفينها؟ لو حطيتها سخنة مشكلة بتدوب, بس لما أحطها باردة على اللحمة بتصير بهذا الشكل. إذا أنا هذيك رح أخليها تبرد. وكمان ولا أي حشوة بتحضريها بصير إنك تستعمليها وهي سخنة. هلا هذا المكبس شهد أنا حكيت لهم امبارح وذكرت بإنه هذا الحجم وكمان حجم صغير بنص دينار تبع بيت بلاستيك. أوكي وبفي الغرض يعني ما في داعي الست تتكلف والله عشان أقول والله أنا عملت. ما في داعي ما إلوش داعي. تمام رح أحط العجينة بهذا الشكل. اوكي وبعدين راح احط فيها الحشوه. حبيت الطريقه سهله. يعني سهله طريقه تكبس العجينه. ما في بعدين هاي في من جوا هي بتعمل لك اللي هو الشكل عشان تقعد الحشوه بالجوا. بعدين تكبسيهم مع بعض. شكرا والله عليكي. وبعدين بنروح بنجيب سكين ناعم. ومنكم مستفيد يعني غير مسنن يا قمر. البركه فيكم جميعا. هلا شوفي لو القطاعه اللي عندي انا عملية تاعت مطاعم ومحلات تقيلة وهيك ستيل بس غالية بصراحة, فأنا بحب ألتزم دائما أقرب إشي لسيدة المنزل. ها نرجع بنضغط عشان تاخد الشكل. تمام وهيها رقيقة وأمورها طيبة. بروح برفعها وبجيب صينية وبخليها إيش تسوي؟ تشيف. شو يعني تشف؟ يعني تنشف العجينة وتشد لأنها رقيقة. شايفة كيف الحشوة مبينة؟ كتير العجينة معاي بتخايل. رح تصير تشف وبصير وجهها شوي غامق زي لون العجينة اللي أنا مديتها لأنه ضربها الهواء. لما بتقليها بتشد وبتصير تقرقش. هاي الحشوة الأولى طبعا عندك تكمليهم أو كيف؟ هاي بدي أشكل كمان واحدة أمامهم. هاي بدي أحط لكم الزيت عشان لازم أقليها قدامهم لأنه ما بزبط أورجيهم اللي جاهزة على طول. لازم المشاهد يشوف كل الخطوات. علونا الصوت بالاستوديو يا جماعة. حلوين الأغاني اللي حاطينهم. يلا معنا اتصال هاتفي علا. شو رأيك ناخده على طول؟ هدى. يا هدى ألو صباح الخير. يا هدى صباح الخير. شف علا. هاي شف علا معك تفضل. ألو صباح الخير. صباح كيفك شيف علا؟ هلا يا عمري اهلا وسهلا. اخبارك؟ هلا حبيبه قلبي. لمودياتك على الاكلات بوجودكم ست الكل. حبيبتي بحب اعيد عليك واعيد على الصبيه اللي معي. هي الست شهد عم تسمعك. اهلا وسهلا فيكي. ما سمعت انا. بتعيد عليك. سمع واطي. حبيبتي كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير لمودياتك. بس بدنا طريق الكبه. يلا على طول هنعمل كبة رز وكبة بطاطا وصينية كبة. حاضر. ابشري ست عيني التنتين. ابشري اهلا وسهلا.
نروح نشيل الزيادة ونمشي بالسكين. خلص هيا اوكي روح ارجع. بيقدروا يعملوها بشكل يدوي طبعا الطريق. عادي بتلفها سمبوسة وبالشوكه واضغط. انا شوفي بحب هاي لانه بتعطيني شكل حلو عشان اللي عندي بالبيت ما يصير يقول لك لا ما هي بتاعت السوق احلى وجيبي لنا الجاهزه. لا لا هاي ها. يعني هو اللي بسوق بايش احسن منك عشان يسوي سمبوسه. هي فوقي جنبي مش مشكله المهم ان الصوره بتوصل. رح نخلي الزيت على النار تطلع درجة حرارته. لما بيغلى كتير 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 الزيت بستنى شوي يترك لحتى يعمل بالانس، بده يعادل شوي درجة حرارته بعدين رح أقلي. هلأ إحنا أخذنا المقادير، تحبوا نطلع فاصل ولا نكمل؟ زي ما بتحبي. زي ما بتحبي. أنا وضيع علا فاصل؟ يلا على طول يلا. فاصل صغير وبعده بنواصل، خليكم معنا. نعم رجعنا لكم مشاهدينا بمطبخنا، مطبخ يوم جديد مع الشيف عودة نيروخ. وصلنا معاكم لمرحلة القلي، فخلينا نشوف مع علا ايش رح تعمل هلا بالضبط. بداية لازم امشي مع الستات خطوة بخطوة. اللي عملتهم هيهم، وين الكاميرا؟ اللي عملتهم هيهم التنتين، وهدول جهزتهم تحت الهواء. شو يعني تشيف؟ خليها نص ساعة، خليها ساعة الا بالهواء. هلا لما بتصير ساعة الا شوفي كيف سطحها صار كأنها جاهزة. والله يا جماعة هي اللي عملناها مو جاهزة، شايفين ضربها الهواء ونشفت شدت، بالتالي بالقلي بيصير أمورها تمام. وهاي كمان هلأ هاي شوفي كيف طرية. إذا صاروا أنت مستعجلة كتير كتير حطها بالتلاجة وقلي. يلا نقلي درجة الزيت، زيت غزير. شوفي الزيت وين محطوط؟ لا بطنجرة، ما في بعد الصح. المقلة للقلي والطنجرة للطبخ، ولكن في بعض الأمور اللي بتلعب دور كتير مع الستات شهد. يعني إحنا عنا مثلاً بالمطاعم أنت بتفوتي بتشوفي المقلاية اللي بيقلوا فيها الفلافل شو هي؟ ما هي طنجرة البلد، أو المقلاية اللي هي موجودة الخاص العدة الخاصة بالفنادق والمطاعم، صح؟ إذا كمية الزيت بيكون غزير. مش ضروري يكون الزيت غزير عشان أعبي المقلاية الكبيرة لنصها وأخسر زيت عشان أقلي حبتين سمبوسك. فأنت استخدمي قدر عالي الارتفاع وبعدين غمي. شو ما تحطي زيت بغمر، شوفي كيف هلا ببين معهم على الكاميرا، غامر فعلا حبة السمبوسك. رح أقلي التنتين اللي نشفوا، وكمان رح أقلي واحدة من اللي ما نشفت، وخلينا نشوف الفرق. اتفقنا؟ يلا ها أنا والله معكم خطوة بخطوة. نفخت ليه؟ لأنه العجين أخذ راحته. هذا العجين اسمه عجين النشا. شوفي هون كيف نشفت، فش فيها زيت. ليش؟ لأنه في نشا. النشا بيعمل درع حماية مع الطحين، ما يشرب زيت. خرافية، قد ما أحكي لك خرافية خرافية. اعملوها وإن شاء الله إنه يوم جديد دائما عند حزن ظنكم. رح أقلي لكم حبة زي ما وعدتكم من اللي ما نشفوا، وخلينا نشوف شو الفرق معك شهد. اندمجت شهد. تنصحي إنه هاي السمبوسك تتفرزن وبعد الفرزنة تنقلى؟ هلأ ولا تنصحي فريش طازة؟ هيك طازة حبت. هلأ الستات إحنا شوي أمورنا، وبكرة حضر وقاعدين، وأبو العيال جنبك بيساعدك، وابنك بزهق وبنتك بتزهق، مو غلط. هلأ اعملوها، تحطيها بصدر بيفوت على الفريزر، وبتحطيهم هيك جنب بعض ويضلوا كلهم بعاد عن بعض. لما بتتجمد وتصير قاسية مثل الحجر تحطهم بكياس حسب مسحوباتها برمضان. اتفقنا؟ يلا. طيب مجال الاتصالات مفتوح لكم جميعا من وين ما كنتوا عم تحضرونا، من داخل الأردن ومن خارج حدود الأردن. الأرقام رح تظهر أسفل الشاشة لحتى تتواصلوا معنا بساعتنا الأخيرة بمطبخ يوم جديد وإبداعات الشيف علا نيروخ، وتفاعلكم على الفيسبوك لايف يعطيكم ألف عافية وسعيدين بتواصلكم. شوفي شربة زيت اللي ما شفها الهواء، هاي الزيت فيها شايفين؟ إذا خليها ترتاح بعدين شوفي كيف شكلها مجعلة، بطلت حلوة لأنه عجين طحين، بس لما بشفها الهواء بتشد بتنزل بتاخد شكل البف. لهيك هذا العجين اسمه عجين البف المقرمش بالنشا. بس أنا قلت لك عجينة سمبوسة بيتية لحتى أقرب المصطلح للسيدة، عشان أوصلك لرسالة بأنه أحيانا أسماء الوصفات بتعمل خوف عند الست، أنه لا
اسمها صعب معناته هي صعبة، فدائما اتعمقي بالمكونات عشان تعرفي شو هي. معك شاي. ابتهال بتحكي لنا صباح الخير، ومحمد ابو الرب صباح الخير، وايضا ام براء دويكات بتصبح علينا، حنان عبد الرحمن صباح الخير، وجنى بني احمد بدها طريقة العجينة برضه. طيب طريقة العجينة اكيد موجودة على اليوتيوب. رح نروح ناخذ اتصال على الهواء مباشرة. بدنا نقول الو صباح الخير لام عمر. الو صباحكم يا رب. اهلا ام عمر، كيف صباحك؟ والله عالي العال ما دام انا شفتكم وتبحتي. حبيبتي كيف صباحكم؟ يعطيكم الف عافيه يا رب. شو رايك اليوم بحشوات السمبوسك والعجينه اللي عملتها علا؟ والله توب التوب ما شاء الله. ايها معاكي عم تسمعك، اذا حابه تساليها اي سؤال. اول حابه اسالها سؤال. صباح الخير يا قمر، تفضلي حياكي الله. هلا ست عافية يا شيف، والله يعافي قلبك عمرك يا رب. اهلا تجهيزات ربنا يعني يجي علينا رمضان واحنا متم بالصحه والعافيه يا رب. الله يسعدك يا رب اجمعين حبيبتي، اشكرك يا رب. شفت علا بدي اسالك امر، تفضل. بدي طريقه عجين سمبوسك تتفرز بالفريزر بدون حشوات. اللي بتتفرز بدون حشوات بالضبط يعني مرات بالبيت؟ لا، خلال رمضان الواحد بده يزيد حشوات واشياء. انا معك ماشي هطاطه. اوكي أنا معك، بس إلا تفلت لأنه ما فيها محسنات عجين الموجودة في المخابز صديقتي. إذا بدك الدغري يعني رح تفلت معك للأسف. حتى لو في طريقة تتنشف بالفرن؟ هلأ بالفرن آه أوكي، أما قلي مش رح تزبط معك، رح تفكفك. أيوة تمام. هلأ يا حبيبتي بس إن شاء الله بعملكم واحدة شوي، أبشري. هلأ هاي هم جهزوا، خلينا نشوف كيف الحشوة من الداخل. وين الكاميرا؟ بسم الله. ترام. انسوا الجبنة، ما حدش طلع الجبنة. شوفوا من جوا العجين، شوفي أو شوفوا شو كيف مورق. مين بيصدق إنه هذا نشا وطحين وملح؟ من يصنع السعادة هو سيدة المنزل فقط، إذا طبعا نوت. يلا شهودي معك. ألف عافية، أبدعتي. طيب عنا تفاعل من إناس الطويل بتصبح علينا، وأم زيد صباح الخير مبدعة شيف، طريقة عمل صينية المعكرونة بالبشاميل بالجاج. حاضر. إيمان عبد يسعد صباحكم، نقدر نقليهم بالقلاية الهوائية؟ أوه أحلى أكل وأحلى إشي، القلاية بتجنن للي عنده، ممتازة جدا. طيب معنا كمان اتصال، نقول ألو صباح الخير يا أم أحمد. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. الله يعافي عمرك، كل عام وأنت بخير. وانتي بألف خير يا حبيبتي، الله يسعدكم، صباح العسل ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، صباح الورد حبيبتي. لو سمحتي يا شيف، كيف حالك يا شيف؟ يا حبيبتي انا وانتي بخير ان شاء الله. ان شاء الله بتضل بخير. الله يسعدك. بدنا الكب في البرغل اللي بتضلها تقرش. حاضر الله يسعدك. بدي مشان افرزها لرمضان. امرك حاضر هاليومين، هينا احنا ماشيين خطوه بخطوه، ابشري أمرك. الله يعطيكي ألف عافية، ويا ريت تنزلي طريقة العجينة مرة ثانية حبيبي. حاضر، وتابعوا الفيسبوك عندي، شوفوا لنا يروح على فيسبوك وحتى على صفحات التلفزيون الأردني، كله بتدون أول بأول عشان تبلشوا تحضروا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك ستي، معك شهد. تمام.